يا الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بكم أجمل الترحيب في منتدى التقدمي الأسبوعي. في هذه الليلة سوف نتحدث عن موضوع النيو ليبرالية وصندوق النقد الدولي، وجهان لعملة واحدة. سوف يتحدث فيها الرفيق فاضل الحليبي نائب الأمين العام للشؤون التنظيمية في المنبر التقدمي. وقبل أن أعطي الكلمة لرفيق فاضل، ارتأيت أن أقدم مقدمة بسيطة، أرجو أن تكون يعني تقدم الموضوع وتكون توطئة لرفيق فاضل في تناول موضوعه في هذه الليلة. الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها الليبرالية هي فكرة المصلحة، فبحسب هذه النظرية فإن المصلحة هي المحرك الوحيد للنشاط الإنساني، ولذلك لا ينبغي أن يوضع أمامها أي قيد. وقد عبر عن ذلك بشعار دعه يمر. فبحسب الليبرالية فإن الاقتصاد، وهو الاقتصاد الرأسمالي هنا، لا ينظمه إلا قانون العرض والطلب دون أي قيود أو ضوابط. ومن هنا تقوم فكرة الليبرالية على منع الدولة من تولي وظائف صناعية أو تجارية، وإنها لا يحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين الأفراد. فالاقتصاد تنظمه قوانينه الخاصة، وهو قانون العرض والطلب وقوانين الطبيعة الإنسانية. وهذه القوانين إذا ما سمح لها بأن تأخذ مجراها دون تدخل الدولة تقوم بمهمتها على أكمل وجه. فمبدأ الاقتصاد الحر هو تنافس حر وسوق حرة. والليبرالية كنظرية البرجوازية ظهرت وتبلورت أبان الثورة الفرنسية وبعدها. وقد تراجعت هذه الليبرالية على أثر الأزمات الاقتصادية وعلى أثر حربين عالميتين، حيث بدأت مرحلة جديدة من النقد ومحاولة إنقاذ هذه الليبرالية، وهو ما نتج عنه في منتصف القرن الماضي مفهوم جديد للليبرالية أطلق عليها الليبرالية الجديدة، ظهرت كتعديل ضروري وعاجل للاقتصاد الرأسمالي يسمح بتدخل الدولة وإدارة الأزمات، وهو يناقض المبادئ التي قامت عليها الليبرالية من الأساس في الحرية المطلقة. فالليبراليون المعاصرون يؤمنون بإعطاء الأهمية الأولى لحرية الفرد أو حرية الرأسمال، غير أنهم يتمسكون بأن على الحكومة أن تزيل بشكل فعال العقبات التي تواجه التمتع بتلك الحرية. فالاختلاف بين الليبرالية القديمة والتي يطلق على أصحابها المحافظون والليبراليون الجدد هي في مدى تدخل الدولة في تنظيم الحريات. ففي الليبرالية الكلاسيكية لا تتدخل الدولة في الحريات، بل عليها حمايتها ليحقق الفرد حريته الخاصة بالطريقة التي يريد دون وصاية عليه. أما الليبراليون اليوم الجدد فقد تغير ذلك وطلبوا تدخل الدولة لتنظم الحرية وإزالة العقبات التي تكون سبباً في عدم التمتع بتلك الحريات. أكتفي بهذه المقدمة وأترك الآن المجال والحديث للرفيق فاضل الحليبي ليتناول ورقته فليتفضل. مساء الخير جميعاً.
يعني هذا الموضوع جدا مهم لأسباب كثيرة، لأن الآن راح يعني هذه موجة النيو الليبرالية راح تعمم في كل مناطق، يعني في الدول العربية راح تعمم، وتحديدا حتى بما فيها في البحرين. يعني لهذا يعني من المهم على الأقل تناوله، وبعدين ممكن احنا نفتح باب النقاش حوله ونصير نتحاور وكذا. نبدأ بهذا التساؤل: لماذا الغرب ما بين قوسين أو ما بين هلالين الدول الأوروبية عندما تحدث لهم أزمة اقتصادية يرجعون إلى ماركس، أو بالأحرى إلى كتابات ماركس؟ هل يكمن فيها الحل، وهو الذي ينتقد الرأسمالية في كتاباته ويدعو إلى تغييرها إلى المجتمع الاشتراكي؟ يلجأ إلى ماركس إلى الاستفادة من فكره وعمله وعلمه، وبالأخص في الشق الاقتصادي ومعالجاته العلمية. ماركس الذي قال بأن كل تطور في العلاقات الاقتصادية يخضع لقوانين الديالكتيك. موضوع ندوتنا الليلة: النيو ليبرالية وصندوق النقد الدولي، وجهان لعملة واحدة في الويكي. هذا العنوان في الويكيديا تعرف النيو ليبرالية على أنها هي فكر أيديولوجي مبني على الليبرالية الاقتصادية، التي هي المكون الاقتصادي الليبرالية الكلاسيكي، والذي يمثل تأييد الرأسمالية المطلقة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد. يشير تعبير النيو ليبرالية إلى تبني سياسة اقتصادية تقلل من دور الدولة وتزيد من دور القطاع الخاص قدر المستطاع، وتسع النيو ليبرالية أو الليبرالية الجديدة إلى تحويل السيطرة على الاقتصاد من الحكومة إلى القطاع الخاص، بدعوى أن ذلك يزيد من كفاءة الحكومة ويحسن الحالة الاقتصادية للبلاد. في كتابات صادرة في ثمانينيات القرن الماضي تقول: وتحقق الليبرالية مرادها في الثمانينات بعد استفحال الركود التضخمي وعجز الكنزية نسبة إلى كانز عن إيجاد حلول ناجعة سريعة، فطبقت تشارتر ومعها ريغن نهجا متطرفا من النيو ليبرالية وتواصل، فكان ذلك للأسف على حساب دولة الرعاية الاجتماعية. ليس ذلك فحسب، بل صاحبه ارتفاع في البطالة وخلق للطبقية واتساع للتفاوت واللامساواة مرة أخرى، وتفكك للنقابات وخصخصة للمشاريع العامة وخفض للضرائب على الشركات ونحو ذلك. ما جرى في الثمانينات من القرن الماضي يحدث في بلداننا العربية وبالأخص منها الخليجية. بدل أن يكون الرفاه الاجتماعي هو السائد في مجتمعاتها باعتبارها دول منتجة للنفط، في السنوات الأخيرة باتت تنفذ نصائح وسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الداعية إلى تقليص النفقات في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والعمل والإسكان والكهرباء والماء والأكثر من هذا، العمل على خصخصتها وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ورفع الدعم عن السلع والمحروقات وغيرها، في الوقت الذي لا تحدث أي تغيرات في الأجور ما بين قوسين الرواتب، وترتفع الأسعار وتزداد الضرائب وتقل قيمة العملة. حدث هذا في أكثر من بلد عربي في ظل تقلص الاحتياط من الذهب والعملات الأجنبية. هذه التداعيات جرى سياسة النيو ليبرالية أو الليبرالية الجديدة تنفيذ وصايا صندوق النقد الدولي. أضف لذلك أضعاف الحركة النقابية والعمالية من خلال شق وحدتها وتفكيك كياناتها وابعادها عن المفاوضات أو التمثيل في المؤسسات والهيئات التي يجب أن تتواجد فيها. تمارس ضغوطات على البلدان العربية لكي تنفذ إملاءات ونصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل خصخصة القطاع العام وزيادة الضرائب، تنفيذا لوصايا الممولين ما بين قوسين الدول السبع الغنية. في الوقت الذي يتم فيه تطبيق السياسات النيو ليبرالية في العديد من البلدان العربية وتتقلص الحريات العامة والديمقراطية
وتغيب العدالة الاجتماعية ويزداد الاستبداد والقمع. نتوقف هنا لنتساءل أين مبادئ الليبرالية القديمة والجديدة، وبشكل أصح الادعاءات بتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية من الذين يفرضون شروطهم وأملاتهم على الشعوب ويتغاضون عن الممارسات المسيئة لحقوق الإنسان في الحياة الحرة والكريمة من قبل الأنظمة العربية أو غيرها من الأنظمة الاستبدادية. كتب أمين طاهر مقال بعنوان الرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة أعلى مراحل رأسمالية، على طريقة الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية التي كتبها لينين. يقول فيه ما جرى تسويقه فيما بعد بالاعتماد على المؤسسات المالية ومنظمة التجارة العالمية، والتي لعبت دورا هاما في تطوير الاقتصاد العالمي وتحريره من خلال إحياء مبادئ الليبرالية الكلاسيكية بمسمى جديد النيوليبرالية كوصفة جاهزة للتغلب على المشاكل الاقتصادية، سواء بالنسبة للبلدان التي شهدت تحولا من الاقتصاد الموجه نحو الرأسمالية أو البلدان التي تعاني من صعوبات اقتصادية عبر عدة سياسات ليبرالية في صيغة جديدة من قبل التقويم الهيكلي وتحرير التجارة والخصخصة. ويضيف قائلا وعلى هذا الأساس تمددت النيوليبرالية من نسختها الأنجلوسكسونية إلى بقاع متعددة في العالم كمشروع أممي يهدف إلى عولمة الاقتصاد بعد أن شهدت انحسارا طيلة عقود القرن العشرين، حيث تم تحميلها مسؤولية الكساد العظيم لسنة 1929، غير أن هذا التراجع الذي أصابها سرعان ما اختفى بعد اندلاع الأزمات الهيكلية للاقتصاد العالمي في السبعينيات مما أعادها إلى الواجهة كحل ناجع لاقتصاديات البلدان الرأسمالية وأعطى لمبادئها القائمة على عدم تدخل الدولة في الاقتصاد وأخضاعه لقانون السوق وبضرورة تصفية القطاع العام لصالح القطاع الخاص دفعة قوية بعد أن تحررت من مختلف القيود والعراقيل. وبالرغم من دينامية التي باتت يتمتع بها الاقتصاد العالمي خصوصا مع تحرير التجارة الدولية، إلا أنه في الجانب المقابل يطرح الكثير من المشاكل والصعوبات، لا سيما من حيث العلاقات بين الدول المتقدمة والدول النامية ومدى الاستفادة من النمو الهائل الذي يشهد الاقتصاد المعولم الذي يتميز بانعدام العدالة في توزيع المكاسب الاقتصادية واحتكار أقلية من الرأسماليين على ثروات هائلة. ويواصل أسفر النظام الرأسمالي بعد ذلك عن بزوغ مرحلة جديدة طابعها المميز التوحش في استغلال مقدرات الشعوب بتوظيف شعارات رنانة من قبيل تحرير التجارة والتكيف الهيكلي والخصخصة التي لم تنتج سوى العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المركبة في العديد من الأقطار حول المعمورة. كما ساهمت النيوليبرالية في تكريس التبعية السياسية بين دول المركز المتقدمة وباقي العالم الذي تحول إلى أطراف هامشية في الاقتصاد العالمي في مشهد يعد إلى الأذهان عصر الاستعمار، ولكن بصيغة معدلة، حيث حلت الشركات العملاقة متعددة الجنسيات محل الدول الاستعمارية في نهب خيرات وثروات شعوب العالم وحرمانها من رساميلها بنقلها الخارج بشكل مقنن عبر الاتفاقيات والمعاهدات التجارية المبرمة. وحول صعود اليمين المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وفوز الرئيس الأمريكي ترامب وهو مؤشر آخر على تنامي أيديولوجية النيوليبرالية. بهذا الصدد كتب فريق التحرير في نون بوست مقالا يقول فيه من الممكن يكمن سر قوة الشيء في غموضه، فعدم معرفة النيوليبرالية بشكل واضح يسهل من عملية سيطرتها على أنظمة العالم الجديد دون وعي منا. فهم يقولون
أن فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرية هو دليل على فوز النيوليبرالية وكونها الأيديولوجية التي سيتبعها العالم الجديد، إلا أنه من الممكن أن تكون النيوليبرالية تنشر جذورها في المجتمع منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2008 أو مع بداية الاعتماد على مصادر خارجية للثروات والسلطات، وهو ما أوضحته لنا تسريبات وثائق بنما الأخيرة. ويواصل إنها الفلسفة التي ترى أن المنافسة هي السمة المميزة للعلاقات الإنسانية، باعتبارات العلاقات الإنسانية هرم متسلسل من سوق يجمع كل الرابحين والخاسرين لتخلق نظاما أكثر كفاءة من ذو قبل، بحيث ستعتبر القيود الدولية والضرائب الحكومية وغيرها من القوانين مجرد عناصر معادية للإنتاجية لتسود رفاهية الأغنياء أصحاب المشاريع الربحية على أفراد المجتمع. ويكشف عن الدور السيء للنيوليبرالية بالقول ربما لعبت النيوليبرالية دورا في انهيار نظام التأمين الصحي أو التعليم في العديد من الدول، وكان لها دور في أزمة النظام البيئي الآن الذي تعمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عقد قمم للمناخ سنويا للعمل على إنقاذه وحل مشكلاته. وأخيرا ربما كان لها دور محوري في فوز شخصية مثل شخصية دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية. وقبل لا أختتم، في بعض النقاط أحب أشير إليها من بعض الكتاب، خاصة فيما يتعلق بالمدارس الليبرالية. يعني هي مواضيع متعددة، ولكن هناك مدارس متعددة بعد أيضا للليبرالية نيو ليبرالية. يعني مدرسة فيري بروغ اللي هو نسبة إلى مدينة فيري بروغ الألمانية، وأبرز ممثليها الاقتصادي الألماني فلتر أونكين الذي كان أستاذا للاقتصاد. وترى هذه المدرسة بأن على الدولة أن تمنع الاحتكار ولا تسمح بتأسيس كارتيرات تحد من الناس، وتدعو أيضا إلى اتباع سياسة اجتماعية تتلائم مع متطلبات السوق إلى آخر. وفي المدرسة الثانية هي المدرسة النمساوية التي أسسها كل من هيك وميسيس، نادت هذه المدرسة بترك كل شيء للسوق وحدها على اعتبار أن كل تدخل حكومي ينطوي على نتائج مضرة حتما. فالحرية بالنسبة إلى هيك هي الشرط الضروري لتحقيق الرفاهية، ويمكن اختصار جوهر هذه النظرية بأنه ينبغي المحافظة على حقوق الملكية الخاصة كما ينبغي ضمان حرية الدخول للسوق في كل الأحوال. وهذا يعني عمليا الليبرالية الاقتصادية هي أفضل سياسة اقتصادية، هذا بالنسبة للنمساويين. هم أن المدرسة الثالثة في نيو ليبرالية هي مدرسة شيكاغو، فقد تبنت بداية موقفا مشابه لموقف مدرسة فيري بورغ، فمؤسسها فرانك نيت عارض الرأسمالية بصيغتها المتطرفة، غير أن من تلاه من دعاة هذه المدرسة وفي مقدمتهم ميلتون فريدم وصحبه ممن صاروا يسمون فتيان شيكاغو، رفضوا كليا تدخل الدولة ودعوا لاقتصاد السوق المحرر من كل القيود. وعمليا زالت الفوارق بين هاتين المدرستين، وطبعا كل من هيك وفريدم الرمزين الأبرز للعقيدة النيو ليبرالية بصيغتها الأكثر تطرفا. وبعدين يعني هذه بالنسبة إلى بعض المدارس اللي ذكرتها. وبدي قبل هذا في بعد ما يتعلق بالاقتصاد الألماني هورس إفليهيدر في كتابه اقتصاد يخدق فقرا الذي صدرت ترجمته العربية عام 2007، يقول حكما مبرما على النظرية نيو ليبراليوم أو الليبرالية المحدثة، فيقول إن النظام الليبرالي المحدث لا يتصف بجدارة تذكر إنه اقتصاد غير مجد، إن الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الرابحين من لعبة الليبرالية المحدثة، إن التفاوت بين الفقر والغنى ازداد ولا يزال يزداد اتساعا وخسارعا في كل المجتمعات خلال الحقبة الليبرالية المحدثة، وكانت الليبرالية المحدثة قد خدرت على مدى جيل كامل مشاعر الكثير من الشعوب العالم بوعود براقة وبشائر كاذبة تزعم أن تفاقم البؤس وتزايد عدد الفقراء ليس سوى حالة عابرة على درب الرفاهية التي سينعم بها مجموع المجتمع، لأن الوقاية الاقتصادية المحققة ضحت المزاعم الليبرالية المحدثة بنحو لا يدع مجال للشك أبداً. فهذه العقيدة أفرزت اليأس والقنوط والعنف والإرهاب
بهذا المعنى فإن الزعم بأن الليبرالية المحدثة خير وسيلة لتوسيع ارتفاع النواتج القومية في العالم ليس سوى خداع للنفس وأفيون للشعوب. وأخيرا أختتم بهذا القول، يقول المفكر سمير أمين: لا أعتقد بأن الرأسمالية هي المجتمع الذي يشكل نهاية التاريخ، وأن المعركة من أجل القيم والتقدم في هذا الاتجاه ستظل معركة ثانية مستمرة. شكرا لكم. نشكر الرفيق فاضل الحليبي على ورقته التي حاول من خلالها يعني تسليط الضوء على الليبرالية الجديدة والسياسات المتبعة والفهم الاقتصاديين الرأسماليين للحاجات المجتمع الرأسمالي في ظل الليبرالية الجديدة. نفتح باب النقاش والأسئلة من يريد أن يتحدث أو يتداخل في الموضوع، في اللي يريد ممكن يفحص. الورقة تفضل. مساء الخير جميعا. أنا يعني لما جيت بس كتبت يعني أسئلة أو تساؤلات، يعني أنا ما أعرف أجوبتها بالدقة، لكن إطارها العام أو يعني أنا أفكر فيها إن مثلا ما هو الاقتصاد العالمي الذي يجب أن يخدم البشرية مثلا بالعدالة والإنصاف؟ لماذا أولا يكون السؤال الثاني يكون النهج الرأسمالي يعني نظام للاقتصاد؟ ثالثا لماذا لا يكون الاقتصاد اشتراكي، أي تشترك الشعوب كلها في كل خيرات العالم؟ أنا السؤال الثالث أقرب إلى قلبي، لأن كل أرى أن كل الموارد يعني اللي في تحت الأرض من معادن من بترول من جسمه لم تخلق أو تتواجد لدولة معينة أو شعب قليل معين. يعني مثلا طبعا احنا عندنا البترول في الخليج كلها، يمكن واحد هذا الكلام يعني يمكن ما يقبلها، ولكن مثلا فئة قليلة من في الأرض 100,000 نفر قاعدين على ربع مثلا ثروات الأراضي، يعني هذه ما فيها عدالة. هذه الثروة مفروض تكون لكل البشرية، يعني تستقر لكل البشرية، فهذه ما يصير في رأيي الشخصي أن تكون هناك اشتراكية يعني تشترك العالم. كيف تشترك؟ أنا كبهائي يعني تسمع عندي نظرة أن دولة عالمية بتكون وكونفدرالية عالمية، فالدول تبدأ من القرى من كل القرية أولا، أن الاقتصاد إذا احتياجاتها زادت دخلها زادت عن مصاريفها تروح للحكومة المركزية باختصار شديد، والحكومات المركزية مع الحكومة العالمية تكون نفس يعني العلاقة، إذا محتاجة تأخذ من الحكومة العالمية، إذا زايدة تروح للحكومة العالمية. وهذا المفروض اللي تصير، وهذا اللي تفضل فيه أستاذ عليبي عن الوضع الحالي الموجود، يقول يضغط على الفقير ويضغط على يعني لقمة العيش الفقير اللي أنا أعرفه، على أساس شلون إن الدولة دي لأن ما عندها نفط عندها اقتصاد، وهذه يعني ما تحصل من ورا جيب الفقير الدخل ماله. وشكرا ما طول. شكرا الورقاء محمد ابو ولا. شكرا الاخ الرئيس، شكرا ايضا الاخ فاضل على الورقه القيمه حقيقه، يعني المسار الاقتصادي الاجتماعي في العالم الان يالس يعني يفرز الواقع المجتمعي
وتراجع هذا الواقع المجتمعي في مسار النيوليبرالية. النيوليبرالية للأسف الشديد يعني هي هيمنة رأسمالية عالمية من الدول المتقدمة في النظام الرأسمالي حول نهب اقتصاديات الشعوب العالم. لذلك هناك تردي الآن على في داخل أي المجتمعات في الدول النامية، والأزمات تفضل بها الأخ فاضل واضحة وصريحة، ولكن للأسف الشديد يعني الحكومات التي ينتفي فيها المناخ الديمقراطي الحقيقي واحترام حقوق الإنسان تتماشى مع أنظمة النيوليبرالية وتبعد أهم مبدأ وأهم قيم في هذا المسار الإنساني اللي هو مسألة العدالة. النيوليبرالية لا تؤمن بمسألة العدالة في داخل مجتمعاتها، لذلك الحريات فقط من أجل جمع الثروات في مجاميع بسيطة وسميت الآن الواحد في المئة. الواحد في المئة الآن هي أغنى أغنياء العالم، أفراد محدودة في العالم يمتلكون ثروات العالم، وتعداد من هالدول النامية تعيش في بؤس وفي فقر. لذلك حتى منظمات العالم يعني استبان لها هذا المسار النيوليبرالية بعد ما شكلت منظمة التجارة العالمية وتآمرت الثالوث وسمي بالثالوث المتوحش، منظمة التجارة العالمية والصندوقين، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هذا الثالوث اللي للأسف الشديد يعني ثبت يعني هذا المسار من أجل التراجع النمو في الدول النامية ومن ثم نهب ثروات العالم. منظمة العمل الدولي أرادت الإصلاح، لأن هذا الثالوث أو منظمة التجارة العالمية رفضت البعد الاجتماعي فحول إلى منظمة العمل الدولية. لذلك أتى في عام 1998 إعلان المبادئ الثمان اللي هو المبادئ الأساسية في العمل، ثمان اتفاقيات دولية أيضا لم تحترم لا عالميا ولا من الدول أيضا النامية من الحكومات في التصديق على هذه الاتفاقيات لخلق البعد الاجتماعي الاقتصادي في داخل الدول. في 2008 أتت منظمة العمل الدولية وبينت في إعلانها أيضا بأن عدالة اجتماعية من أجل عولمة عادلة. إذن الرؤية وضحت بأن هذا المسار لا يخدم عملية التنمية المستدامة، وإنما يخدم فئات قليلة في داخل مجتمعاته. نحن يعني نريد نوصل رسالة لإصلاح هذا الوضع، ونريد يعني من خلال مؤسسات مجتمع المدني وأيضا بمثل ما تفضل الأخ فاضل النقابات على أن ترسخ، ونقولها مرارا غياب الحوار، المفتوح وليس فقط الحوار الاجتماعي الاقتصادي. نحن نقول يجب على الحكومات على أن تؤمن الحوار في داخل مجتمعاتها، وأن تعمل على تسيير الحوار السياسي الحقيقي من خلال المناخ الديمقراطي الحقيقي واحترام حقوق الإنسان، ومن ثم إيجاد الحوار الاجتماعي الاقتصادي لإيجاد هذا البعد الاجتماعي في السياسة النيوليبرالية. هذا الحوار الاجتماعي يحتاج إلى يعني يكون حوار ثنائي بين النقابات وبين أصحاب العمل، يكون ثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، ويكون رباعي وهو الأساس اللي هو إدخال منظمات مجتمع المدني داخل هذا الحوار من أجل رسم السياسة الاقتصادية الاجتماعية الحقيقية، ومن أجل الرقي بالتنمية البشرية الحقيقية. النيوليبرالية لا تؤمن بالبشرية قد ما هي تؤمن بمسار اقتصادي يعني زيادة المسار اللي يصب في خدمة بعض المتنفذين. والآن ما يجري حتى لو سوينا مسوحات اقتصادية أو سلطنا الضوء على البعد الاقتصادي في كل مجتمعات الدول النامية وبالذات في الدول العربية كحكومات، بتشوف هناك فئة قليلة هي فقط تستفيد من سياسة النيوليبرالية وتزداد غنى في داخل مجتمعاته، ويتواجد بمثل ما تفضل الأخ فاضل، يتواجد الفقر، تتواجد البطالة وخسران في أهم الخدمات الأساسية للإنسان من تعليم ومن تدريب ومن علاج ومن سكن، ومن هذه كلها تتراجع الآن. وما يجري في داخل أيضا حكومة يعني دولة مملكة البحرين خيب برهان الآن في كل تراجعنا في أساسيات الحياة المعيشية الضرورية اللي تعزز العدالة الاجتماعية والحريات داخل المجتمع.
نأمل من خلال هذا الرسالة أو الورقة التي تقدمها الأخ فاضل أن تنهض أيضا مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الحريات من خلال الحوار الاجتماعي والسياسي الحقيقي. وشكرا. شكرا ولا الرفيق حميد خنجي. ألو، مساء الخير جميعا. يعني أشكر رفيق فاضل على تعبه دراسته يعني طويلة على خاصة الجانب النظري، وأنا فقط بغيت شوي أعلق إذا يسمح لي يعني على أن ما تشوفون أن إحنا وايد نتكلم عن الليبرالية الجديدة وكأننا بنقول أن الليبرالية القديمة زينة نرجع لها الحين لبنان الجديد، يعني تروالي هذا مطب يعني مو دقيق هذا الكلام. المشكلة في البنية الرأسمالية نفسها، يعني كان أفضل لو فاضل بدال هال الريفرنس اللي جابه كان مركز شوية على الوضع العالم، يعني ماذا حدث في العالم بعد سقوط التوازن اللي كان موجود القطبين ودخلنا مرحلة صعبة وطويلة. هاي من المهم ندرك يعني ليش يعني في إشكالية كبيرة اليوم. يعني مثلا أنا أعتقد المشكلة مثل ما قلت في الرأسمالية، ماركس يقول الرأسمالي لما يزيد عنده 10-20-30% يعني يستانس، وبعدين إذا يصير 50%-90% يوصل يستين. والعكس أيضا مكان آخر صحيح يقول إن أيضا الرأسمالي لما يفقد أيضا مو يستين، يعني شيء إذا في شيء أكثر من الجنون. فالعالم في حالة غير طبيعية، في نوع من الجنون، في نوع من عدم التوازن. هذه لها أسباب طبعا موضوعية تاريخية، أيضا أسباب ذاتية إلى آخره، يعني ضعف القوى الطليعية، ضعف الحركة العمالية. العالم يعني مثل ما تقول ينتقل، يعني في شسم مثل ما تقول في نوع من التغير. يعني البنية الطبقية في أوروبا اللي كان يوم من الأيام الطبقة العاملة لما ترفع يده، شوف شلون مثل فرنسا ألمانيا وغير وين وصلوا. يعني ليش؟ لأن نقلوا هذه الليل إلى يعني صناعاتهم. يعني هذه من المهم نحن نعرف ماذا يجري، يعني هاي فرصتهم الآن، وفي ظروف تسمح لهم، ظروف موضوعي هالشيء، وهو ضعف الطبقة العاملة مو بس في البحرين، في العالم. وبالتالي وكأن ممكن نقول إن طبقة عاملة قاعد يعني تنشأ من جديد في الهند وفي الصين وغير أماكن ثانية، دول أخرى طبعا مو في منطقتنا، لأن منطقتنا ما في إنتاجية على أساس نتكلم عن الطبقة العاملة يعني. زين، فأنا أرجع وأقول إن هذه يعني من أجل تغيير الحقيقي إحنا في حاجة إلى شيئين، أو العالم أو بنية العالم أو البشرية في حاجة إلى شيئين. أول شيء طبقة عاملة قوية وموحدة، وفي قلب هذه الطبقة البرولتاريا، يعني هاي رقم واحد. هذا الجانب ما موجود اليوم في العالم. الجانب الثاني ممثل هذه الطبقة أحزابها الطليعية، أيضا متشتتة، ويتكلمون بعد كلهم عن الليبرالية الجديدة والآخرية بدون تحليل دقيق. إحنا في حاجة إلى تحليل أعمق وحتى تكتيكات أفضل. أنا أعطيكم مثل بسيط، مثلا أنا كنت أتناقش مع بعض الماركسيين المؤخرا الفرنسيين. طبعا الماركسيين الفرنسيين ضعفوا كثيرا، والحزب الشيوعي ضعف كما تعرفون إلى درجة أن التروتسكيين هم الآن يمثلون الألترناتيف. كيف ممكن تقول يمثل الألترناتيف الطبقة العاملة ولليسار الفرنسي؟ أنا أقول لهم أنتوا الهدف الأساسي بالنسبة للقوى الطليعية في أوروبا هو كسر
بنيت الاتحاد الأوروبي اللي يسمونه، لأن هذا اتحاد رجعي أساساً، تركيبته غير ديمقراطية، وتمشيه فرنسا وألمانيا طبعاً رقم واحد فرنسا وغير، وفي يعني في أمور كثيرة. زين هني أيضاً لازم ندقق إن الأحزاب التقليدية اللي تحكم سواء المسيحية أو الاشتراكية الديمقراطية، الجرائم اللي هم يسوونها حتى بحق شعوبهم واقتصادهم أخص من اليمين اللي إحنا نتكلم عنه. وعلى فكرة اليمين الحالي مو اليمين السابق، عنده برنامج معين، يعني عنده يعني مسألة السيادة، مسألة في أمور ممكن حتى تلتقي مع اليسار. يعني هاي إشكالية، يمكن شيء غريب يبدو هذا الكلام. مثلا لو في فرنسا على سبيل المثال اليسار اتفق مع اليمين لتكتيك واحد، وهو تغيير بنية الاتحاد الأوروبي، كان ممكن يصير شيء في أوروبا كلها مثلا على سبيل المثال. يعني ما في تكتيكات جديدة، ما في أبروتش، إنه والله يعني مجرد تكرار أشياء عرض لآخره، ما في تحليل، في ضعف، يعني في ضعف نظري، في ضعف فهم سمة العالم اليوم وين والآخره. يعني ما بيطول، هذا في حاجة، هذا لا يقلل من اللي يعني أجذب من اللي طرحه رفيق فاضل، وهو تعب على الورقة وفي أشياء كثيرة بحاجة طبعا لما ينشرح نقرأ بالتفصيل. وشكرا. شكرا رفيق حميد. رفيق جواد أبو عبد الله كوكو. شكرا رفاق فاضل وفيصل. أنا بس بغيت قليل يعني أشارك في هذه القضية، إن نيو ليبرالية أو الليبرالية الجديدة هو استعمار، يعني سياسة الاستعمار الجديد. وبالتالي أنا أتذكر يعني في السبعينات قرينا مقال الشهيد عبد الفتاح إسماعيل، أحد قادة اليمن الاشتراكي الجنوبي، عندما قال بأن الوطن العربي الآن في موجة تحرر، ولكن سوف يخرج الاستعمار من الباب، وسوف يدخل بسياسة جديدة من النافذة، يعني بيطلع عسكريا وبيدخل اقتصاديا، وحين قاعد يطبق الاستعمار الجديد في يعني سياسة الليبرالية الجديدة. وبالتالي من أهداف الليبرالية هي تقليص مكتسبات يعني الشعوب، وخصوصا الشعوب في المناطق التي تحررت من الاستعمار، يعني قليل بعيدا عن الدول الأوروبية، الدول النامية. وبالتالي نحن نرى أن من أهداف الليبرالية هي من صلب الإمبريالية العالمية، إن هي يعني تهيمن على ثروات، مو بس هي من يعني الثروات، أيضا سلب المكتسبات التي تحققت في عهد العمل الوطني أو التحرر الوطني على مستوى العالم. في شيء واحد، وهو هيمنة الاحتكارات العالمية الكبيرة اللي هي اليوم تهيمن على الاقتصاد العالمي، بنوك وشركات ومؤسسات ولآخره. وبالتالي وضعت لها أهداف بأن كل الدول خصوصا النامية تأتي في محور الليبرالية الجديدة، بحيث يعني تكون مهيمنة عليها بأن اقتصاديا، وبالتالي تهيمن عليها سياسيا، وتفكك كل المكتسبات التي كانت يعني سابقة في الوطن العربي. مثلا نحن نرى بأنه هذه المكتسبات بدأت في مهب الريح، والمتضرر الأول والأخير هي الشغيلة على مستوى العالم، ولكن الطبقة العاملة في الوطن العربي هي اليوم تدفع الثمن. وما سياسات في الوطن العربي الحاصل اللي هي من أهداف النيو ليبرالية؟ تدمير كل المكتسبات، وعليه تدمير الاقتصاد وكل ما تحقق في عهد التحرر الوطني. وشكرا. شكرا.
شكرا رفيق جواد. نترك الحين مجال رفيق فاضل تعقيب، وبعدين اذا في اسئله ممكن نضيف ناخذ مره ثانيه. نبدا من اسئله الاستاذ الورقاء حول الاقتصاد العالمي الذي يخدم العالم بالعداله والانصاف. ما هو الاقتصاد العالمي الذي يخدم العالم بالعداله والانصاف؟ اثنين، لماذا الانتصار؟ نبدا باسئله الاستاذ الورقاء. ما هو الاقتصاد العالمي الذي يخدم العالم بالعداله والانصاف؟ هذا اول سؤال. ثاني، لماذا الاقتصاد الراسمالي هو اقتصاد عالمي؟ ثلاثة، ما هو الاقتصاد الاشتراكي؟ ما ما ماذا يكون سؤال كذي يعني الاقتصاد الاشتراكي؟ اوكي، يعني هو انت لما تتكلم عن الاقتصاد هو في مدارس متعددة في الاقتصاد، لذلك لم يكن يعني اقتصاد واحد. يعني على سبيل المثال مثلا لما نتكلم عن الاشتراكية حتى في الفكر السياسي، يعني الاقتصاد السياسي جدا مهم يعني في النظرية الاشتراكية، يعني فبالتالي لازم يكون في عدالة اجتماعية في مسألة العمل، يعني الوضع الاقتصادي. لما يكون الاقتصاد في يد الدولة غير لما يكون في يد القطاع الخاص، هذا بالمفهوم الاشتراكي. يعني ما معناه يكون الاقتصاد موجه وليس يعني على طريقة الليبرالية يكون يعني موجود بشكل اقتصاد السوق، وبحيث أن تكون هناك المضاربات ويكون التلاعب ويكون المنافسة بطريقة أو بأخرى من قبل الجشعين في داخله. ولكن إذا توجه الاقتصاد في مسألة اللي هو التوزيع العادل، هو يعني يجي الموضوع الأساسي هو التوزيع العادل للثروة. هل هناك في هذه الدولة في عدالة اجتماعية من هذا الجانب؟ لذلك نرى الآن مثلا في دول مثل خلنا نقول لك الهند لما أرادوا يعني مفكرينها اللي هو يعني الأخذ ببعض الاقتصاديات، طلعوا بطريقة جديدة لهم، مثلا فكرة الاقتصاد المختلط سموه. زين، الاقتصاد المختلط خدوا الإيجابيات من النظام الاشتراكي وخدوا الإيجابيات من النظام الرأسمالي، حاولوا يسووا لهم خلطة خاصة بالهند، وهذا ما حدث يعني في أيام جواهر آل نهرو، يعني في عهد يعني لما حكم بعد مرحلة الاستقلال، وظل هذا لفترة طويلة، ولكن لم تخرج الهند من مسألة اللهو الفقر الفقار. لذلك موضوع الهند يعني كدولة في موضوع يعني صارت الثروة في حثنة قليلة بالوقت اللي هناك الملايين من الفقراء، فبالتالي حتى هم حاولوا انهم ياخذون الابعاد الاجتماعية. نفس الشيء عندك الدول الاسكندنافية خادت في مسائل الاقتصادية بعد الابعاد الاجتماعية. يعني انت لما تجي لهالمواضيع لازم يتطلب شنو انت بتقدم الدولة، الدولة شنو هي قائمة على شنو هذه الدولة. فطبيعة النظام هو اللي يرسم طبيعة الاقتصاد السياسي لهذا النظام أو ذاك. فبالتالي يعني الآن حتى هذه اللحظة مبدأ العدالة الاجتماعية هو اللي يكون واضح في أي دولة في توزيع الثروة. فبالتالي أنت لا تستطيع القول يعني اليوم مثلا لما نتكلم عن الاقتصاد اللي تغيب فيه اللي هي مسألة العدالة الاجتماعية، يعني كيف أنت تأسس، على أي أساس تأسس اقتصاد؟ الاقتصاد يقوم على الانتاج. هل توجد مثلا دولة، على سبيل المثال الآن احنا الحين في البحرين او في اي دول الخليج، دول ما يوجد عندنا اقتصاد منتج، يعني اقتصاد ريعي، فبالتالي يعني تغيب الصناعة، يغيب الانتاج، وهذه مشكلة عودة. فعندك انت الوحيد الدولة النفطية اللي هو او الدولة الخليجية اذا قلنا منتج اللي هو النفط، هو السلعة الوحيدة اللي يعتمد عليها. بالتالي في أي أزمة تحدث يصير تراجعات، وهذا ما حدث بعد تراجعات أسعار النفط، حيث أن برزت الأزمات، لأن دول غير منتجة، دول ريعية، دول خدمات، يعني دول غير قادرة، يعني ليس لديها بنية اقتصادية قوية تستطيع تمضي إلى الأمام.
لأن الأسعار نزلت البترول فصار الوضع متأزم فيها ولم تستطيع الخروج من هذه الأزمة ولا زالت تداعياتها. فلما جاء صندوق، يعني على سبيل المثال حين لما نتكلم عن النيو ليبرالية، لما جاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعطانا صايح إلى دول الخليج، وخلنا من نجي للبحرين على سبيل المثال، يعني شنو النصايح ماله ركزت؟ إذا احنا بنتكلم عن مواضيع نيو ليبراليزم، النصايح اللي أعطاهم إياه اللي هو تقليص أول شيء النفقات، إضافة إلى موضوع رفع الدعم عن المحروقات والسلع، يعني ما معناه تحميل الأعباء على المواطنين. هذه نصايح نفذوها. بالمناسبة كل ما قيل لهم صندوق النقد والبنك الدولي ينفذ الآن واقع. كل الوصول لا يمكن يتم قرض أي دولة بدون تنفيذ وصايا صندوق النقد والبنك الدولي. ولذلك انت في بلد، يعني على سبيل المثال احنا طلع البحرين وضعها، ها يعني ايه، فاتكلم عن الوضع الاقتصادي. فنرجع ونقول الاقتصاد اللي هو الموجه، يعني او الاقتصاد لما تكون القطاع العام هو الجهة المسؤولة عنه تستطيع التطور. هذا لا يعني ان في بعض القطاعات ممكن تكون صوب القطاع الخاص، ولكن بيكون باشراف الدولة، يعني ما تكون الدولة بعيدة عنها عن هذا القطاع حتى لا تحدث تلاعبات في هذا الموضوع. هاي تقريبا بشكل مختصر حول بعض اللي هو ما طرحه او بعض التساؤلات الورقاء. بالنسبة الى الرفيق حميد يتكلم ان انتم شلون تتكلمون عن موضوع نيو ليبراليزم وكان الليبرالية كانت جيدة. لا، الليبرالية لم تكن جيدة، يعني احنا ما نتكلمنا عنها، يعني اكيد كل الليبرالية جيدة في زمنها، يعني قبل، يعني في بداية انتصار الثورة، يعني في مثل ما ذكر رفيقنا فيصل في انجلترا وفيما بعد الثورة الفرنسية، يعني في القرن السادس عشر والسابع عشر، ممكن كانت يعني ضد الاخطاء وضد واتجاه بناء الدولة، كانت في البداية يعني ممكن تكون مقبولة، لكن بعدين تحولت الى بشعة، حيث كانت تستغل، يعني لما وجدت الطبقة العاملة بدأت تستغل الطبقة العاملة. فلذلك لا يمكن أن تكون الليبرالية هي النموذج الإيجابي. يعني الآن وده حبيت بعد أضيف لك، ما جرى في الاتحاد السوفيتي، خلنا نتوقف هنا على الأقل. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ما قالوا أنه العلاج بالصدمة، العلاج بالصدمة دمروا الاقتصاد، يعني جت المافيا واستلمت كل الأمور وأصبحوا ناس مسؤولين في الدولة، كانوا حزبيين أو غير حزبيين، أصبحوا كبار الملاكين في الدولة، وخسروا الروس المصانع والشركات وتدمر الاقتصاد. حتى المواطن الروسي مدخراته إذا كانت عنده بسبب التضخم خسرها 99% خسرها. فبالتالي يعني كانت كارثة لم تحدث، يعني سرقة كبيرة من أكبر السرقات للاقتصاد في داخل العالم حدثت في الاتحاد السوفيتي تحديدا في روسيا بعد في عهد يلسن تحديدا. سرقة يعني انسرقت الدولة تحت مسمى له، وهذا بإشراف الأمريكان، بإشراف الأمريكان، وكانوا الهدف تحطيم الدولة الروسية. فبالتالي لا يمكن يكون النظام او يعني الليبراليه تكون هي النموذج الايجابي. لا، بالتاكيد اذا تغيب العداله الاجتماعيه فاي نموذج يكون؟ يعني انت ما تتكلم بس فقط الحريات، وين العداله الاجتماعيه؟ تحول الشعب الى فقراء، تحول الشعب السوفيتي الى شعب فقير، يعني فهذه مصيبه، وهذه ممكن ترجع الى ويقرون الذين ساهموا في تفكيك الاتحاد السوفيتي والذين ساهموا في سرقة الاتحاد السوفيتي اليوم يذكرون أنهم فعلوا كذا وكذا، يقرون بما قاموا به. قالوا الخيار الوحيد للتحويلات الليبرالية للنظام الليبرالي بمفهومهم اللي هو الكارثي اللي طرحوه أنه كان يجب يحدث ما حدث، ولكن كانت قلة نبيل. ولكن اليوم اللي تشوف اليوم روسيا وضحها تغير لما جبوتين غير على الأقل بتوجهاته، بغض النظر عن توجهات اليوم كنا يعني ما تمثل نموذج الأفضل، ولكن توجهات انتشل على الأقل روسيا من وضعها الكارثي في عهد يلسن إلى وضع الآن من الدول المتقدمة صناعيا في الصناعة العسكرية وحتى في الاقتصاد وحتى في كثيرة في الميديا وغيرها
تطورت روسيا يعني من كانت في عهد يلتن، ولأن اعتمد على الروس وعرف كيف إن يصفون على الأقل جزء من هذا لك المافيا اللي تحكمت في الاقتصاد الروسي. فهذه يعني لا يمكن تكون يا حميد الليبرالية نموذج، بل هي كارثة في بعض الدول يعني ما تختلف هي، ولكن تطورت إلى الليبرالية الجديدة. يعني اليوم هذا هي يعني هي تطور من الليبرالية للليبرالية الجديدة. شكرا. بعد من في شيء بعد ما جاوبته؟ لا ولا ما اختلف فيها. اوكي دعلي ماشي والله. عنوان الندوة اللي هي الليبرالية الجديدة، عنوان مغري. لما نتكلم عن الليبرالية الجديدة، احنا كقوة يسار لازم شوي نكشر عن انيابنا لها. يعني على الأسف يعني رفيق فاضل شوي تكلم بنعومة، يعني رفيق حميد شوي عاد التوازن، يعني يوم ذكر أن الطبقة العاملة يعني النيوليبرالية هي حين موجودة، لأن هي حاليا في هالجولة هي منتصرة حين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار المنظومة الاشتراكية وهذه وضعف الطبقة العاملة. هاي مو معناه أن الصراع منتهي. أتمنى يعني أن رفيق فاضل شوي يركز، يعني شنو كمثال يعني احنا في البحرين شنو نقدر نسوي لكي نقف ضد هذه الهجمة الشرسة للليبرالية الجديدة المتمثلة في التجار والبرجوازيين، ها اللي ما اكتفوا بس ان ملكوا المصانع والشركات، عيوناتهم على المستشفيات، على المدارس، على جميع الاشياء. فخلينا نتكلم هاللغة يعني، وناس ما قال اخ ابو ولاية يعني دور النقابات والاتحادات العمالية في طرح القضايا هذه. لا يعني شوي يعني بقوة كان نوع التعريف تعرف النيوليبرالية. يعني قوة يعني تكلم حتى احنا كحزب عمالي هنا يعني. هاي نقطة. النقطة الثانية العجب، كل العجب ان هذول الليبراليين، يعني بتكلم عن البحرين ما علي من العالم، يعني اللي كانوا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتغيير العالم كثير من اللي صار مثلا لان هو انهزم داخليا فراح يميل يمدح في العصر الجديد الليبراليه والنيوليبراليه. يعني هذا الكتاب يعني ما يخجلون على انفسهم ليشوفوه في طبقه، يعني الحين مو بس الطبقه العامله قاعده تخسر، حتى الطبقه الوسطى ان انا ما احب ادافع عنها واجد بعد هي بعد قاعده تخسر بعد. ما قاعدين يتكلمون يعني عن مساوئ النيوليبراليه هذه. هم مفهومهم للليبرالية إن بس شنو حرية المثليين والسحاقين وحرية ما أدري شنو الانتحار والإجهاض وهاي كان مفهومهم. أنا أتذكر في إحنا الندوات في نادي الخريجين يعني أحد الدعاة للليبرالية وهالأمور كان يقول الليبرالية هي الحل، من شاء من شاء وأبى من أبى ما أدري شنو، يعني بطريقة هستيرية كان يتكلم. واكثر اسئله كانت هاي يعني تذكروا المحاضره كانت كويتيه ابتهاد الخطيب اعتقد، كانوا يسالون كل عن هالاشياء الشخصيه هذه، يؤمنين بالحريه الشخصيه بالمثليين بالسحاقين ما ادري بالله. القضيه مو من قضيه هالامور، هاي القضيه قضيه انه في شعوب قاعده تعاني، في اوطان قاعده تنباع. شكرا. يعطيك العافية رفيق فاضل. بس أنا يعني قبل ما أتطرق إلى ورقتك يعني استوقفتني الملاحظات اللي طرحها أخونا ورقة. يعني من ناحية نظرية بحتة يعني ما تفضلت فيه من أن موارد العالم موزعة في العالم بشكل غير متساوي، والحاجة إليها من منطقة إلى منطقة وبلد إلى بلد يختلف أيضا، نظريا صحيح لو قلنا هالكلام هذا بمعزل عن ما يعتمل في هذا العالم. هذا اللي تفضلت فيه مش جديد، يعني طرحه نيكسون السبعينات، وإن لا يجوز هكذا أن تحبس دول معينة موارد الطاقة في أيديها
وبينما وهي متخلفة، والبلدان المتقدمة التي تحتاج إلى هذه الطاقة يدها مغلولة عن الوصول إليها. وهذا الكلام مو صحيح من الأساس، لأن صحيح مواد الطاقة موجودة في هذه البلدان، ولكن المطبخ على هذه الثروات من أصل من يوم استخراجها هما الغرب في الأساس. يعني الصورة جت معكوسة، الموارد مركزة هنا، والبعيد هو الذي يعني أطبق على هذه الموارد. جوهر ما طرح نيكسون، الرئيس نيكسون في ذلك الوقت، عنصري تماما، وهو أنه في التطبيق العملي ليس لهذه البلدان الحق في التصرف بمواردها، وأن من حق الدول المتقدمة التصرف بهذه الموارد. هذا في التطبيق العملي هكذا مشى. صحيح يعني جت تدفقات مالية نتائج بيع النفط وغيرها على البلدان المنتجة للنفط، ولكن القضية ليست في المال وحده. بنيت اقتصادات هشة ضعيفة جدا، لم يسمح بدمج قطاع النفط عضويا في الاقتصاد الوطني. بجيك عن الدول العالمية ايضا. اي فكرة الحكومة العالمية بنيت ايضا على هذا. من ناحية نظرية بعد اتفق معك ان الحكومة العالمية في ضوء تطور عالمي، يعني ما دام الانتاج ياخذ طابع التدويل، العلاقات الاجتماعية ايضا تاخذ طابع التدويل، اذا تنطرح فكرة الحكومة العالمية. بس للأسف الشديد ان من يطرحها ليس يعني الانطلاق من التطور الموضوعي، بل من منطلقات السيطرة على هذا. الحكومة العالمية موجودة أخي ورقاء اليوم، موجودة في جماعة وأعتقد أكيد سمعت عنهم، البيلد برجرز، الذين يجتمعون سنويا، كانوا بعيدين عن كل إعلام كل صحافة. الآن لا، الصحافة بدأت تقدر تطاردهم ويعني تتوصل إلى ما طرح في مؤتمراتهم. هذه المجموعة لا تمثل حكومات بعينها، تمثل متنفذين في الحكومات وفي الاقتصاد العالمي. فهذه المجموعة هي تطبيق لفكرة الحكومة العالمية المهيمنة على الاقتصاد العالمي، الموجهة إذا بغيت الحقيقة لسياسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أكتفي بهذا، من الموضوع يستحق يعني بحث أزيد في الناحية، لأنها روج لها فترة طويلة هذه النظرية. فيما يتعلق بورقة أخونا فاضل، يعني أنا تمنيت لو أنت كل ما طرحت موضوع عن نظرية معينة نزلت بها إلى أرض الواقع شوية، جبت شيء مهم عن مدرسة شيكاغو وفتيان شيكاغو نظرية. الآن لما رديت بدأت تلامسها من ناحية الواقع العملي، كان المفروض في وقت طرحها تسقطها. على يعني الدعوة إلى الجراحة عن طريق الصدمات أو العلاج عن طريق الصدمات طرحت هناك في مدرسة شيكاغو أو فتيان شيكاغو اللي يسمونها، وطبقت على عدد من البلدان ابتداء من تشيلي، الأرجنتين وغيرها من البلدان وروسيا. التطبيق الأكثر مؤلم كان تجسيد إلى هذه النظرية. ما يطبق الآن عندنا هو تطبيق للوصايا العشر اللي دائما صندوق النقد الدولي يطرحها على البلدان اللي بتقدم لها المساعدات أو القروض. يسمونها الوصايا العشر، بس أحيانا تتخطى العشر بعد، وهي عمليا إملاءات أكثر منها وصايا. هذا أيضا نابعة من تفكير فتيان شيكاغو وتطبيقاتها على بلدان العالم المختلفة. يعني شوي طولت، بس في نقطة مهمة بعد فيما يخص ترامب وتشخيصه. بالفعل في ضبابية، يعني في اللجنة السياسية أكثر من مرة ناقشناها عندنا. طبعا يرادف احيانا يشبه ترامب بريغن
في وجه شبه من ناحية ظاهرية أيضا، درجة المحافظة إلى آخره. ريغان، حقيقة الأمر هذين أيضا نمطين يختلفون في الفكر وفي الاقتصاد. الليبرالية نبعت بكل قوتها في ذاك من ذاك الوقت من عهد ريغان، ريغان تاتشر وكل يعني كل هالمجموعة اللي يعني صادف إن هالثلاثي المتطرف اليميني كان في الحكم في الغرب يعني من أمريكا وأوروبا. الدعوة إلى تغول سلطان المال في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، هذه هي النوازع الليبرالية الجديدة اللي للآن إحنا نشوفها والآن معكوسة في بلادنا. أنت لما تجي تشوف وين القطاعات الريادية في الاقتصاد، هي القطاعات اللي تمس جانب المال مو جانب الإنتاج. أنا ترامب على كل عن جهيته على كل إحنا ما نحبه في سياسته في الشرق الأوسط، بالنسبة للولايات المتحدة داخل هو بطل قومي، عند رجال الصناعة، عند الزراعة، عند الحرفيين، عند متوسطي بطل. هذا انعكاس بطل قومي حقيقي، ويلبي إعادة تجليس الاقتصاد الأمريكي لصالح الجانب الإنتاجي فيه. وبالفعل بدأ صار يمتص دولارات من كل العالم، من أوروبا، من الخليج، من كوريا الجنوبية، من اليابان إلى آخره، مو اللي ضخ دولارات طابعة هالمكاين، دولارات طبيعية لتغذية اقتصاد طبيعي أيضا في داخل الولايات المتحدة. وبهذا يختلف ترامب عن كل ما سبق. يعني هذا أيضا موضوع يستاهل بحث أكثر يعني، بس يعني كان يسوى التوقف. بس فيما يتعلق بالرفيق عبد علي بخصوص يعني نيو ليبرالية كأن احنا نهدها ونلطفها، احنا نقول حقيقة، احنا ذكرت يعني تعبير النيو ليبرالية المتوحشة هي على مراحل الرأسمالية، على طريقة الإمبريالية هي على مراحل الرأسمالية مثل ما ذكر لينين يعني. فاحنا ما نختلف في هذا الجانب انها هي بالفعل متوحشة وهدفها يعني تدمير البلدان. يعني لما ذكر رفيق أبو مجيد يعني العلاج بالصدمة، بدأوه في العديد من الدول سواء تشيلي أو الأرجنتين. الأرجنتين أفلسوا الأرجنتينيين كامل في الثمانية في عهد منعم، كارلوس منعم أعتقد الرئيس الأرجنتيني، أفلست الأرجنتين يعني صار وضعها الاقتصادي مزري لأن طبقت سياسات اللي هو صندوق النقد وهذا، وطبقت الوصايا العشر اللي ذكرتها بعد موجودة هني الوصايا العشر. ف يعني هذا التطبيق أنت لما تجي في أي دولة من الدول ملزومة أن تلتزم ببرنامج أو بوصايا صندوق النقد الدولي البنك الدولي، والله ما في قروض ولا في كذا، فما يمكن. فبالتالي من يتحمل؟ يتحمل الشعب. يعني بصير إفلاس، بصير رفع زيادة الضرائب، زيادة اسمها اللي هو، وفي المقابل تقليص اللي هو على الخدمات الاجتماعية بكل أشكالها، بدءا من ده قلنا مثلا من الصحة، من التعليم، من العمل ولا آخر، يعني الأبعاد الاجتماعية اللي هي حق المواطنين. وهذه مشكلة من رئيسية في تنفيذ هذه الوصايا. فحين ما يجري يعني لما تكلمت يعني بلدان مثل بلدان الخليج يعني يعتبر الرفاه الاجتماعي هو الطابع السائد، وكان عندها يعني هو مفترض في نظرية تقول في وقت يعني الرفاه ووقت السيولة ما تصرف يعني المصاريف يعني النفقات ما تصرف بكثرة، في وقت الأزمات تنفق أكثر. يعني ما تنفق في وقت الوضع أنت مترفه وعندك إمكانيات وعندك فلوس وعندك كذا، لا هذا العكس صحيح. يعني سوف أنت تخليه للوقت يعني اللي تحتاجه في الظروف الصعبة مثل هذه الأيام اللي شعبنا. وهذا ينطبق على مسألة لما كانت
أسعار النفط يعني مرتفعة، كان برميل النفط يوصل 120 دولار في الوقت اللي كانت الميزانية تحسب، خلنا منقول يمكن هنا بعد رفيق عبد النبي صح، لأن 80 أو 60 خلنا نقول 80% للبرميل ويباع في السوق 120، وكان عندهم فائض 40 دولار، هذه مبالغ كبيرة هائلة وين تروح؟ فأسئلة تدير. فبعدين تتحمل الآن في ظل الأزمة تحمل المواطنين أعباء سياساتك الفاشلة في الاقتصاد والتخطيط والاستراتيجية، يعني الدولة هي اللي تتحمل المسؤولية وليس المواطنين. فلما نرجع نقول يعني أكيد يعني هي حفلة يعني أكيد ليس المتضررين اللي هما كبار المتنفذين أو كبار كذا، لا المتضررين عموم الشعب هو المتضرر يعني من هذه السياسات يعني الفاشلة اللي مضوا عليه خلال السنوات الماضية، وهذا ينطبق على العديد من الدول العربية اللي هي ما تخطط بالشكل الصحيح في لبناء يعني استراتيجي قوي نحو يعني خطط اقتصادية. احنا تكلمنا عن خطط خماسية لكن كثير من الدول كانت خططها كلها فاشلة يعني، فهذه مصيبة، لأن أهم شيء الركيزة الأساسية هو الصناعة والإنتاج، إذا الدول لا توجد فيها لا صناعات ولا إنتاج كيف تخلق طبقة عاملة؟ الطبقة العاملة شلون تجي الآن يعني مثلا؟ هاي مهم له يعني، حين احنا هنا في البحرين مثلا إذا لا توجد غير هالمصانع الثلاثة أو الأربعة الشركات اللي تأسست في عهد الراحل يوسف الشيراوي الوزير، وين باقي يعني إذا قلنا ألبة وأسري والبتروكيماويات؟ في مصانع جديدة نشأت في البحرين؟ ما لم تنشأ، فبالتالي أنت في وضع اقتصادي غير صحيح غير صحي يعني وغير منتج، يعني أنت لازلت في ما بين قوسين في الاقتصاد الريعي، يعني لم تتطور إلى اقتصاد منتج نحو الأفضل. فهذا بالنسبة إلى على الأقل حول نيو ليبرالية، يعني بالظل إحنا ما يعني إحنا نأكد أن هي يعني يجب يكون النضال لإسقاط مثل هذه المشاريع يعني، وهذه مهمة مو بس فقط الطبقة العاملة، مهمة كل القوة المجتمعية، لأن لا يمكن أن تنفذ سياستها. إحنا قلنا من البداية في كتاباتنا أشرنا دائما أن إذا اتخذوا يعني بنصائح صندوق النقد والبنك الدولي يعني الكارثة علينا، يعني الحين من كم سنة هذا اللي موجودين في البحرين؟ من سنوات يصولون ويجولون ويعطون الخطط وينشؤون، ناقش المجلس النواب ناقش ماذا يفعلون هنا في البحرين صندوق النقد والبنك الدولي نصائح، يعني المتضرر منها هو المواطن في النهاية يعني. ولا والأكثر من هذا الدين العام يرتفع، يعني شنو اللي سووا حين قلصوا النفقات ورفعوا اسمها الدعم عن كثير من السلع والمحروقات وغيرها، وين النتائج اللي حققوها؟ النتائج يعني اللي هل تم هناك فايض من هذه الأموال رجع إلى الخزانة الدولة أو لميزانية الدولة؟ أسئلة يجب تنطرح يعني وتنطرح يعني، وهذا مع الأسف الشديد نأمل أن المشرعين الجدد اللي بيجون نأمل إذا فازوا يعني شخصيات محترمة سواء من المنبر التقدمي أو من أي شخصية وطنية أخرى، على الأقل الحد من النزيف اللي قاعد يصير في سواء في الاقتصاد أو في المجتمع بشكل عام، لأن ما هو موجود من قبل النواب للأسوأ. وأنتم تعرفون الحين توصيات مثلا قضية اللي هو التقاعد، الآن بتم الحكومة حالته ما أدري متى بينعقد مجلس النواب لإقرار ما يعني القانون من جديد، ما أعرف متى بيتم الدعوة له، هل أسبوع أسبوع العقبة، ولكن يعني مثل ما يقولون بعد للأسوأ وليس للإيجاب يعني، يعني حتى التعديلات اللي وجدت فيه يعني بعد لا تحقق طموحات، لأن في ظل غياب الممثل الحقيقي وهو الطبقة العاملة اتحادات العمال لا مو موجودين، اتحادات العمال مو موجودة هي المعنية بالقضية يعني، فالموضوع يعني خطير يعني في مسائل اللي هو نتكلم عن التقاعد يعني واقتراحات المطروحة والتعديلات على قانون التقاعد، نأمل أن يؤخذ بتوصيات سمها الحلقة الحوارية اللي عقدها المنبر التقدمي في يوم السبت الماضي اللي ممكن تستفيدوا. شكرا. مين في واحد بس رفيق قاسم؟ شكرا. في موضوع يعني تكلم فيه كلهم يعني هو المسألة الأساس كل هالمواضيع العدالة والإنصاف لكل، ف
الآن نرى إن يعني المشاكل اللي صارت ليس فقط من أسعار النفط بل على صرف الأسلحة واستغلال الأزمات، يعني الرأسمالية تستغل الأزمات في مثلا قال أن ترامب قالها أن إحنا ما ندافع عنكم ببلاش لازم تدفعون وخد بالبلايين. فهذه المسألة لما أنا اقترحت يعني أقول لك رؤيتي هو الحكومة الدولية، الحكومة الدولية لها جيش عالمي ولها شو اسمه هيئة تشريعية، ثلاث هيئات، هيئة تشريعية، هيئة تقنينية، وهيئة تنفيذية، وهي تنفيذية جيش عالمي. وما يكون الجيش العالمي في يد أمريكا وأوروبا وما أدري شنو، لا تكون في كل العالم متفقة ولها قوانينها. وبعدين إذا دولة تحتدي على دولة مثل هلا يعني لو بصير صار، لأن إحنا الحين في الأمم المتحدة كموجودة، لو في بصير هذا الشيء كان صار. إيه هاي طبعاً أنا قاعد أقترح شيء فوق الأمم المتحدة. الأمم المتحدة لازم تنمحي هذا النظام الموجود الآن، وأنا أتفق معك الحين استغلال إذا يكون في هاليد. لا أنا ما أقول في هاليد، لا إن تكون الرفاهية والعدالة للكل. وبعدين إذا ما نصرف على هالحروب على حساب من الحين قاعد يصير على حساب الفقير المسكين؟ ليش يعني الدول البترولية أحد من أسبابها الحروب الإقليمية اللي صارت، ولأن ما في هناك مؤسسة تنفيذية من هي المتحدة من حكومة عالمية تحدد إن هذه حكومة شرعية خلاص تروح وتحدد، والكل العالم لازم تطيحه، لأن هذه النظام لابد أن تكون. ما يصير إن كل واحد يجي بنفوذه، واحد تصير الثورة، واحد أنا عندي ميليشيات. في سوريا دخلت فيه إيش قد ميليشيات؟ ولا واحد سوري، هو كلها مصالح إقليمية. شكرا. بس قاسم آخر شيء إذا عندك شيء بتضيفه. أنا اللي بقوله يعني ألخص هذا كله في يعني نعيش عالم بلا سوفيت إحنا، ويعني مو عالم بلا سوفيت أقصد يعني حكومة، يعني الحكومة السوفيتية أقصد كمنظومة، يعني ويعني بصورة صحيحة. الأخير اللي ذكر الرفيق فاضل جدا ممتاز، لأن ترى خسارة الاتحاد السوفيتي كمنظومة، يعني الدليل على هذا انت تشوف من سياسة الانفراج الدولي بريجنيف، يعني الحين على فكرة يعد انقلاب دولي ده على الامم. هذا مو بس انقلاب على دولة السعودية ما ادري شلون، لا اخذت بيزاتها، لا هذا انقلاب على الامم كلها. وأكبر دليل من سياسة الانفراج الدولي عهد بريجنيف إلى حد الحين لليوم، يعني أنت الحين في مخلص الأسلحة وما أدري شلون كل شيء، واليوم جاي بالإعلان هالقد، وقاعد يقول للناس تراوين الناس هاي القديمة بالقد اللي هو ترامب. يعني هذه يعني الواحد يعني شيء مخجل عالميا، مخجل هذا. يعني اي الجلاسنست هذه اللي تكلموا عنها، يعني صراحه ولا جلاسنست ولا يعني شيء، يعني هذا كان انا اعتقد كانها صفقه، لانه وين الحين موجود؟ مو موجود الحين جلاسنست وجلاسنست. اشوف انقلاب من متى الانقلاب على الامم من عهد بريجنيف سياسة الانفراج الدولي. شكرا قاسم. بس نشكركم على حضوركم، نشكر رفيق فاضل على جهده الذي بذل في إعداد الورقة وتقديمها، ونتمنى أن نلتقي في ندوات قادمة، وشكرا.